السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله اليوم هنشارك معكم واحد الجوله ايضا في بريمارك. في الحقيقه كم مره في مكان مشينا عندهم كان جابوا الحاجات جدادين، خصوصا المهم انا شاركت معكم هي ديال الدار ماشي كامله. هاد بريمارك هاد جات كبيره، شتيتو يعني كبيره، ماشي شتيتو كبيره ولكن في مكان مشينا عندهم انا في الحقيقه مشيت نعمل شي دوره وصافي، وصدقيت جبرت عندهم هادشي مزيون بزاف جابوه، وقلت ضروري خليني نشارك معكم يعني بواحد الحاجات جابوهم. المهم يعني فيما كندخل عندهم يعني فحال اللي جات بحال شي ديبارتمنت، يعني ديك الحوارات اللي كيكونوا يعني غاليين وديك شي ماشي شني الاثمنه باقا مناسبه. وفي نفس الوقت جابوا الحاجات غزالين 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 كما كتشوفوا، الديكورات ديال الدار، اي حاجه بغيتيها زعما دابا رجعت عندهم كتباع اي حاجه. والثمن كما قلت لكم مناسب، شفتوا هادو بهي باللي براك يعملوا هادو مزيونين، هادو يعني كتنزل عليهم كيسان وهذيك، ولكن في نفس الوقت تقدر تبيعهم تقدر تستعملهم بزاف د الحاجات. هذه هي تجي هاد الدار كما قلت لكم، باقي عندهم تما اي ثينك ما عرفتي واقيلا 4 طبقات فيها هاد البريمارك. هادي دائما كنقول خصني نزيد صوره معكم كامله، ولكن هادي شفتوا هادو الخشب مخايط يعني ب4 ليبرات. الورد كاين الورد اشكال وانواع، الحباق جابو تا الحباق، ويعني بزاف بزاف. كما كتشوفوا هادي شحال مزيونه عسل عجباتني، شني انا ما عنديش 10 ليبرات واقيله ما كانتش كاتبه لي، يا 10 ليبرات. شني انا ما عنديش الذهبي في الدار، ولكن هاد الذهبي هذا مزيون يعني ماشي ديك اراك من بعيد. هاد عاوتاني هاد النوار هاد الورد هذا عاوتاني كما كتشوفوا يعني كتشري منه بزاف وكتعلقوا مع بعضيتهم، كيجي مزيون مثلا في باركو ولا شي حاجه 6 ليبرات، اولا شي مطعم مثلا شي حفله ولا هذيك تقدر تعملوا الحيط ديالو كيجي مزيون حتى هو. هادو كيعملوا ليبره ونص واقيلا الوحده. وكما كتشوفوا هاد الجهه هذه عندهم الحباق، كيفاش منو من الحباق بزاف يعني ما عندناش حنايا. هاد كيما قلت لكم هاد البريمارك هادي جات من تحت بعيده، شتيتو عليا انا مشيت هين اللي ضل وجات يعني قريبا اللي ضل هي هاد البريمارك هادي، وقلت نمشي نشوف شني كاين تما وعمز دوره وقلت نشارك معكم ضروري خصني نشارك معكم. هادشي عجبني بزاف بزاف وصافي. ومن بعد جبرت الطامبيه جات بحالي نضل. هادو تعمل عليهم الحباقه ولا الديكوراسيون مثلا في كوريدور ولا شي حاجه، يتصاوبوا مزيونين بزاف. فيزان اشكال وانواع، الفيزان اشكال وانواع، النوار اشكال وانواع، بزاف الحاجات يعني جابوا الحاجات بزاف بزاف. ان شاء الله انا كنتسنى جون لويس 17 وقيله قلوا يعملوا ديك الجهاد يفتحوا يعني كيف فتحوا ديك المطعم د كريسمس د راس العام وديك الشيء، ان شاء الله كنتناو يعوضوا ديك الشيء باش نمشي نشارك سوا معكم كيكون عندهم ديك الشيء غزال. شفتوا هاد الديكور هذاك ديك لاف مزيون، وجي جوج اللي برات نقري اللي عنده النقري اللي عنده الذهبي. انا عندي النقري في الدار، ولكن حتى الذهبي دابا رجع كيعجبني في الحقيقه، شحال هادي ما كانش كيعجبني الذهبي، ولكن دابا رجع حتى هو يعني جا مزيون، دابا ما بقاش ديك الذهبي اللي قوي بزاف يعني رجع مزيون. هادي بيد شتوها شحال مزيونه، 6 ليبرات مزيونه يعني نبيت 6 نعاس ولا شي حاجه هايدا ديكور. المهم هنايا هادشي د يا فيزان، و شتو الذهبي كيما قلت لكم الذهبي دابا خرج مزيون يعني الغلابيه رجعوا هايدا الكولوريس مزيونين دابا، ماشي فحال شحال هادي كان كيبيعو ديكشي قوي بزاف. ما عندي شي مع ديك شي متحتح. شفتو هنا هاد الشماعات، هادو كتعمل عليهم شماعات مزيونين حتى هما. المهم انا وليلى في الحقيقه مشيت وعادك اللي شلطني هي دابا تشوفوه معايا ان شاء الله، خلوني كنشوف وصافي مجبرت عندهم ديك الشيء ديك. دابا يوصل الفيديو وتشوفوا معايا بيدكم، عمري ما كنت كنتوقع بان صيفط فيديو بديك ساعه اختي هاجر كنقول لها شوف شنو جابوا لنا في بريمارك. اختي هاجر بريمارك ديالهم يعنون فيتوريا، مره ما كيجيبوا لهم شي مره ديكشي ديال الدار، هي ديك غرناطة شتيتو يعني غرناطة. العائلات اختي العائلات خي كتقول لي دائما كيجيبوا لهم تما كيعملوا لهم تما تهما الحاجات مزيونين، وتا هي قلت لها وقالت لي دابا تمشي تا هي تشوف واش جابوا لهم في حالات شي ديالنا.
ولكن فيتوريا والو ما كيجيبو لهم شي حاجة بزاف. هادو يعني الشجر راس العام، الشجر ديك اللي كيعلقو 4 ليبرات وقيلة 5 ليبرات، المهم علقوهم في الشجر يعني ديك شي ديزني. هما الحاجات ديزني بحال زين، ادخل زين حانوت ديزني بحال يدخل زين حانوت ديزني. شني حانوت ديزني كيبيعو ديك شي بالكواوي بالدقة وتفريقة، وفي بريمار كيبيعو بالخاص هاري بوتر. تا هاري بوتر العائلة دختي كتحماق على هاري بوتر، كيعجبها. هما عندهم الحاجات ديالو بزاف هاري بوتر. هادو كيعملوا الصداع مزيون بحال بال، يعني كيعملوا ديك تشين 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 مزيونه ولكن ديك شي دراسه العام ما عارفين. الزلايف شوفوا عاوتاني الزلايف كيفاش نومات قالين 4 ليبات، يعني جاو غارقين وكبارين. وكولور شوفوا لا كولور شحال مزيون، يعني والله الا جابوا الحاجات زعما مزيونين بزاف. ما كنت يعني شحال هادي ما كانوش كيجيبوا الحاجات بزاف في بريمار، كانوا يعني كيجيبوا ديك الشيء رخيص ولكن كواليتي ديالو ما كان زهير هيدا وصافي. وديك شي الدار ما كانوش كيجيبو مره مزيون. دابا يعني دمروا الحيوانات اخرين كاملين الحيوانات اخرين كاملين، يعني بريمارك داهالو ما عرفتش شنو كيعملوا. كاينش بزاف دمراري كندخل ديك الحيوانات مثلا دماركه كنجبر عنده مثلا شي حاجه عجبتني ولا هذيك، وكتجوز ايامات كتكون شي الله خرجت مثلا ديك الموديل كيكونوا عندهم الحوايج ماركه يعني غاليين وداكشي، كتجوز شي حاجه كنمشي لبريمارك وكنجبر نفس الموديل، يعني كيديو كينقلو نفس الموديل من ماركه اللي غاليين، وكيعملوا نفس الديكور ونفس فورما نفس الثوب. المهم نفس ماشي نفس الثوب طبعا، ولكن يعني الديكور ديال الثوب وداكشي. شو هادو شحال مزيونين عاوتاني شحال فني. هذا دا كلينكس تيشو. وقلت لكم كيجيبوا الحاجات كينقلو من شركات الكبار ضد ماركه وكيعملوها وكيجيبوها بثمنات يعني ناقصه. ما تمي تشوفها شي واحد لابسه في الزنقه يقول لك عقلك لابس الحاجات هذيك وهي من بري مارك. وهذه الجهاد اللي خاصني نقول، هذه الجهاد اللي خاصني نقول لكم، شوف هذه ستيم، هذه اللي كت بحال بلانش اللي كتعمل في الهواء يعني بالربو صافي. وهذه بحال الشطابه بالضو يعني اللي كت المهم يا ستيت، ولكن يعني بحال مثلا الحاجات اللي صغارين هي فينيا. كيفاش جابوا هادشي؟ هذا اول مره في حياتي كنشوف انا هادشي هذا في بريمارك. هذه كفاتيره ضد الضو، شوفوا شحال مزيونه الديكور ديالها ب 25 ليبرات. فنة عجبتني بزاف. ايس كريم هادشي هذا ما كانش عمره ما كان في ايس كريم. انا قلت لكم اختي هاجر بغات قلت لها قالت لي ويلي شني جابوا لكم. ايوا هادي ايس كريم، شتو ايس كريم شحال مزيونه. وهادي اومليت ما عرفتي اول مره كندخل يعني في هذيك بريمارك اللي ديالنا، قلت لكم ما كان ما فيهاش هادشي هذا ماشي بزاف. مشيت تما ما كانش عندهم هادشي هذا، كنظن عاملين هاي في بريماركات اللي كبارين بزاف وصافي. هذه الايس كريم هذه اخني ضروري ان شاء الله نشريها، واعره الديكور ديالها تستعمل 22 ليبرات مزيونه بزاف. هذه الاومليت كما قلت لكم 12 ليبرات. هذه البوب كورن حتى هي مزيونه 16 ليبرات، هي خاصني نشريها. وهادو دو وافلز عاوتاني 12 ليبرات يعني يد واحد، ولكن ستيل مزيونه حلوه. وهي خلى لي قدامها ما رديت لهاش البال حتى جيت نضر دوك كوكيز، شفتوها عام مصوره تما كوكي ما رديت لهاش البال حتى جيت نضر، عاد قلت اوي كوكيز واش ما شريت اشي. هادو عاوتاني ضد 25، انا كنت شريتها ب 30 ليبرات هو عامل لها 25. وهاد العجب هذا شفتوا هذا توستار يعني ساندويتش ميك اب وعامله بحال الصاك فنيونا بزاف. هادو في الحوارات الكبارين ما شفتهاش هاد الديكور هذا، والله الا غزال الديكور ديالها. وهادي ذكري حتى هي خصني بيها حتى هي 22. المهم زعما نيتك خصنا نجيبو شي دازات فلوس ونجيبو شو هادي فاونتين د شوكولات عاوتاني حتى هي غزاله مزيونه. وهادي د اير فراي هادي عندي كبيره، وهادي د واحد زعما 35. المهم هادي غاليه شتيتو حتى شي واحد، ولكن ما كنتش كنتصور نجبر عندهم هادشي هذا. ايوا قلت له قلت هادي اللي باقي ناقصاهم هي يبقاو يجيبوا يعني دابا فوق يبقاو يجيبوا يعني بحال والو، من بعد جبروهم كيجيبوا لنا حتى ديك الشيء الفراش يعني الصالونيج وداك الشيء بحال والو يعني. كل مره كتجبر عندهم جابوا شي حاجه جديده يعني، تمشى لهم الحاجه هادي يزيدوا يجيبوا الحاجات.
الناس كتعجبهم بزاف بزاف هادشي ديال بريمارك، الناس كتعجبهم بزاف دائما فيما تمشي بريمارك. انا كنمشي حصلة في الصباح وكنجبر الدنيا عامرة. هادو د يعني د العواول د الاطفال د بيت نعاس العواول الاطفال، انا كنقول عواول خوتي دائما كيضحكوا عليا كيقولوا لي هاد الهضره د العواول ما تبقاش تقولها. ايوا كتخرج لي كيما كتشوفوا هاد الجهه كامله بالاطفال د يعني د فروشه ومخايات والسينياد ميكي ماوس. يلا وزيدوا سينياد ميكي ماوس. شوف يعني عنده هنا اسم ميكي ماوس فيها في المرايه نيت، وعندك الحاشيه ديالها كامله مدوره ميكي ماوس. قلت له بيتك احسن ما كاينش شي حاجه ما عملوهاش ميكي ماوس. قال لهم هي الصينيه والله. هادي عاملها في الرباخ، هادي دفرش دوفيت كافر دفرش كان اسمه 30 عامل ولا 20. المهم انا ولادي كبروا على هاد الشيء هذا. وديك المخيضة شفتو ديك المخيضة شحال مزيونة هي فينيا شحال ب 9 دليبرات وقيلة ولا 8 دليبرات حلوة والله. يلا هذا مخيضة شحال مزيونة ميني موس يعني اللي عندو الأطفال صغارين. المهم نكمل معاكم إن شاء الله الفيديو. أنا قلتكم هاد الجي أنا صورتكم هي الجي هاد داشني هاد بريمارك هادي جات كبيرة بزاف و يعني كاخذني الصور شتيتو بشتيتو شني ما جات مع بعيده شتعيا شتيتو ما كان نعجز نمشي تنتما. ولكن الدنيا غزاله غزاله والله الا خصو الواحد مع يجي معاه يدا زاد فلوس وصافي ولا عليك. وهادي ميني ماوس تاع هي الديكوراسيون ديال العواول. سو هادو عندهم يد داكشي الحلوه. المهم عندهم هاد الجهاد شتيتو صافي ماشي بزاف. ومخايد بزاف عندهم هنايا الاشكال وانواع المخايد. يعني عندهم الخشاد مخايد ب 5 باوند وقيله 5 دليبرات وحتى مخايد. شني هاد الخشاويد مخايد مزيونين شني ستيتوين يعني صغارين شتو 5 باوند مي كتفتحو يعني ماشي كبارين بزاف صغارين خصك مخيط مخدات يكونوا صغارين. وهاد المخيطات هادو شحال مزيونين 3 دليبرات راه طيبين بزاف بزاف. هادو جاو طوالين عاوتاني تما مزيونين ني التوب ديالهم ماشي تما يعني قاصح شتيتو ماشي بحال اخرين ولكن مزيونين يعني على حسب التفريشه الواحد اللي عنده. هادو بيتهم مزيونين فيهم ديك الشواشه بحال المغرب تما بسرعه يعني اذا عندك تفريشه اللي غادي معاهم. طبعا انا عندي في الصاله ديالي عندي الاحمر والنقري وبيض. المهم شفت ماشي مخيط في الحمر شني ما عرفتش واقيلا واش يجيو لي ولا لا. هادو جاو تما مزيونين في الكحل وفيهم ديك ميكي ماوس عاود ما عرفتش الانجليز كيحمقوا على ميكي ماوس وميني ماوس. كلوريس بزاف عندهم المخايط وهو يعني مزيونين يعني بالحقيقه الصوت ديالهم مزيون ورطيطب. شني الحاجه الوحيده هما بانهم صغارين ما جاوش كبارين. هادو مخايط معمرين ما عرفتش هذيك الحمر اللي رفينا جالي. المهم ماشي بحال الكولور ديالي اللي عندي انا هذا جا بحال العكري عاملو 10 دليبرات ولكن مزيونين وصافي. يعني هادو هادي مزيون تاهو في الاحمر ولكن شني عندهم تما مكتوبات شي حاجه ديالهم تراس العام في الوسط مخده. هذا مزيونين عاوتاني هادو واعرين بزاف 7 دليبرات. هنايا عندهم بطانيات كما كتشوفوا بطانيات بزاف عندهم تما بطانيات اشكال وانواع تما كاينين اللي خاصين يعني. المهم كيكونوا ستيتوين هذوك اللي كيكونوا الخاصين ولكن كيكونوا يعني ماشي غاليين مره. وهنايا جبرت عاوتاني هاد الجهه شوفوا هاد السينيه ديال اللوح ما جبرتش فيها الثمن في الحقيقه ولكن يعني حلو انتما يعني عارفين هاد الشيء ديال اللوح دابا وهذا الشيء كحال واللوح خرج موضه هذه في كل مطاح. هذه ما عرفتهاش دايش الله اعلم ما عرفتي دايش الله ما عرفت ولكن مزيونه الديكور ديالها. وهذه حتى هي حلوه وقيل هذه الصوص كنظن كتعمل فيها الصوصيس ولكن مزيونه 8 دليبرات وقيله دوك اتاي يعني اتاي والسكر
كتشريهم كل واحده بوحده. المهم انا قلت لكم انا حاولت نصور معكم هادشي اللي جابو جديد كامل للدار، ولكن المهم بعد المطعم دابا نشارك معكم ان شاء الله حتى موطع البيجامات. عندهم بيجامات كيجيبوهم زيونين للنظام، وحتى الحوايج في الحقيقه رجعوا كيعملوهم زيونين، كبابات داكشي كلشي رجعوا كيجيبوهم زيون. يعني شحال هادي ما كانوش كيجيبو الكواليتي مزيانه، دابا رجعوا كيجيبو الحاجه مزيونه في الحقيقه كما قلت لكم. المهم انا كيعجبني نشري من عندهم داكشي للدار الحقيقه، الحوايج قليل. كيعجبني البيجامات، البيجامات كيعجبني نشريهم من عندهم. الحوايج ماشي بزاف. وصافي دابا انا خارجه في حاليه، هذه الجهه عندهم تحت للدار، وكاينه تما جهه اخرى للرجال، ولكن كما قلت لكم انا ما صورت شي بزاف. اذا كيعجبكم فيديوهات بريمارك خليهم لايف، خليوها لي في التعاليق ونشاركهم معكم ان شاء الله. نرجع لهنايا نرجع ونصور معكم حتى جهاز جهاد الحوايج النساء، وكاينين ديال الاطفال، وكاينين كما قلت لكم بيجامات والخروج وداكشي. خليوها لي في التعاليق وان شاء الله نشاركها معكم. وصافي كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم لهذا الفيديو اليوم، وشكرا بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.